I will come to you now. Für unsere langen Weg aus der Krise und aus der my bad hair day. How do you see the dog? Gemini's guys now with the final. This is my hair. This way up and what are the two classifications? I mean, I was on a card yesterday night. Yeah, we'll catch it. I think I went 5 and 4. Would have weighed on his mind. I need him more. No. Hey, think of the poor lad. How do you feel for him? You know, World Cup final. Yeah, absolutely. That's it. The talking is over. Argentina. 15 minutes ago, not taking part. Now he's very much a part. And what a decision for Joachim Löw. On the back of his calf, that made the strike a bad one. I'm not sure.
so does he. Schweinsteiger. Really tough Germany at the moment. Schweinsteiger. Perez has helped Rojo and he's had to. You know, Perez has given his left back the kind of help that Marcello never got. Into a minimum of 2 minutes stoppage time. They'll be looking forward to that whistle going now to the concentration. Have you got the man? Are you going to win this? Get the header in. Delivered by Kroos. Awkward header that for. You've got Ryan Hummels, I think, that we're going in on that. It's a beautiful cross, and it was dropping. When it drops that low, you really do get worried if you're defending. You really should be heading it before. The header. The header goes out, it counts. Surely it has to. Whoever it is with the header. Well, that's a brilliant header. Lead on the stroke of half time after Gonzalo Higuain missed a sitter earlier in the half for Argentina and had a goal disallowed. It's absorbing at half time in the football temple of the Maracanã in the 2014 World Cup final. It's Germany 0, Argentina 0. No goals, but it hasn't been without incidents, and we're still talking about that opportunity right on half time. But Argentina will feel. ممكن يكون هناك في تبادل ما بينه وبين ميسي في عملية التغطية وهذه تريح ميسي يمكن لغاية الآن ما شاهدناه بالأكثر بالحيوية اللي دائما نشوفه في برشلونة في وسط الملعب يستلم الكرة يعتمد على كانوا حاضرين في عام 1950 في مونديال البرازيل الأول ولكنهم حاضرين في مونديال البرازيل الثاني ومتأهلين وحاضرين في المباراة النهائية الدقائق الأولى على الشوط الثاني من المباراة. دكتور احساسك في وقت اضافي ولا انا اقول في هدف محمد احساس ان في هدف ولا تبي الفطور لا هو راح ضربة جزاء توماس مولر سجلها على المنتخب البرتغالي الفوز العريض بأربعة أهداف. الأرجنتين بالمقابل لم تحصل على ضربة جزاء وقبل قليل الدكتور طارق يتحدث عن إمكانية والله ضربة جزاء في المباراة النهائية هنا هيغوينيو ما اشترك مع نوير ولكن الأرجنتينيين وأولهم هذا الكرة والتحول السريع والمساندة من عمق الملعب. مسعود أوزيل على 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 الورق هو يلعب على الأطراف ولكن في حال التحول دائما يدخل في عمق الملعب لأنه يفسح المجال للقادم الخلف شورنا.
دياهي فلوس صرف دياهي ساعات من الطيران والله إلا من أجل عيون كأس العالم. الله أكيد البطولة الأغلى الأكبر الأجمل على مستوى العالم، يحلم كل لاعب أن يكون متواجد في المباراة ويحلم المنتخب الألماني الآن. ولكن يحرج حارس المرمى روميرو، لكن أنت تبي الأزرق يفوز. الأزرق دائما الأزرق كان في كأس العالم دكتور نشوف محاولات خطيرة، لكنها الحقيقة للألمان وليست الأرجنتينية. أفضل منتخب الألماني في خطيرة لميسي، ولكن يتعثر أيضا هيجون، أعتقد يتعثر باللقطة السريعة اللي عملها لميسي، ولكن تعثر هيجون وبالتالي ضاعت على المنتخب. غادر أرضية الملعب والأحبة في كل مكان، غادر أرضية ملعب ماراكانا، اللقطة هنا على ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل. لا متعة كبيرة الحقيقة في نهائي مونديال البرازيل لغاية الآن. غوتسي هو اللاعب البديل وأفضل هداف في تاريخ كأس العالم اللي أصبح كروزي أمامنا للمرة الخامسة، أن يلجأ طرفي المباراة النهائية إلى الوقت الإضافي. حدث ذلك تاريخيا في عام 1934 إيطاليا على تشيكوسلوفاكيا بهدفين مقابل هدف، 66 إنجلترا على ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، 78 الأرجنتين على هولندا 3-1، 2010 إسبانيا على هولندا بهدف واحد مقابل لا شيء. إذا هذا في هذا النهائي هنا في ماراكانا يتكرر المشهد، ورح نلجأ إلى الوقت الإضافي الأول. تتوقع الشيء دكتور في الوقت الإضافي ولا حسب الآن المجريات؟ يعني نتكلم عن التغييرات التي حصلت بالنسبة لسابيلا مع المنتخب الأرجنتيني وإجراء بعض التغييرات تنشيط في أجوال ولا لا دكتور؟ أتوقع الى ربط مرمى لمصلحه المنتخب الارجنتيني. ايش كان القصه خلاص يا دكتور؟ يعني في اللقطه السابقه استلام الكره قلت لك محمد، قلت لك محمد نعم اللقطه الاولى دائما الفلاسيوس غير موفقه، هذه اللقطه الثانيه الان كان يعني الاستلام كان يجب الكره تكون تحته، وبالتالي ممكن يعني استخدامها كفرصة حقيقية، انفراد حقيقي لغاية الآن، فرصة تحقيق هدف محقق لغاية الآن. هيغوين الشوط الأول والشوط الإضافي الأول أيضا لبلاسيو، يعني كان انفراد صريح، لكن سوء التصرف من بلاسيوس وأيضا من هيغوين. والله أبو الدكتور بعض الأوقات يعني لاعب ما يعقد الموضوع، يروض الكرة ويتقدم، يأهل نفسه عدل ويتقدم ويحط الكرة في المرمى بدون صحيح. لكن أعتقد أن سوء تصرف في اللقطة الماضية الأرجنتينيين بصراحة، إذا ما يعني استعرضنا الفرص الضايعة ربما للأرجنتينيين تكون فرص أخطر حتى من الألمان، بالرغم من نسبة الاستحواذ على وين المرتدة مباشرة الكرة المقطوعة، يتدخل المدافع ويتدخل أغويرو، وفي الأخير إلى رمية تماس لمصلحة المنتخب الألماني. لا أهداف لغاية الآن، الشوط الأول الشوط الثاني الوقت الإضافي الأول، ونقترب من الدقيقة العاشرة على الوقت الإضافي الأول. من يسجل الهدف الأول؟ يعني لو أي فريق من الفريقين سجل هدف مثلا في أي وقت من أوقات المباراة راح يحل، لكن لا زال متسع من الوقت أمامنا في نهائي المونديال. أن نستمتع أكثر يجب أعتقد أن نشاهد هدف أول في المباراة، على أساس أن بعد ذلك الدقائق المتبقية تكون مثيرة، وإلا سوف نصل إلى ضربات الترجيح كالعادة. الألمان في الجهة اليمنى التقدم مرة أخرى، الكرة المنقولة، وبدأ الحقيقة أعتقد الإرهاق والمخزون اللياقي ينال من لاعبي الفريقين ربما، وحتى يستمر في اللحظات الأخيرة للوقت الإضافي الأول. ما أدري الهدف الأول متى يأتي في الوقت الإضافي الأول، أعتقد لا، الوقت الإضافي الثاني ربما، والمنتخب الألماني بنفس الشكل مرة أخرى ومرات تقدم لاعب المنتخب الألماني، الكرة تحولت ولكنها مقطوعة، بواتينغ أيضا بدوره يتقدم، ولكن الكرة تصطد في جرم بواتينغ وتحول إلى رمية تماس. الجماهير الأرجنتينية الكبيرة الحاضرة اللي استطاع الحصول
والنقاط البسيطة اللي ممكن تعطي الأفضلية للمنتخب الأرجنتيني في الشوط الثاني من خلال الكونتر أتاك والسرعة وسرعة التحول بالنسبة للفريق. وقد أشك في ذلك لأن من خلال يعني تابعتنا للمباراة وخلال الشوط الإضافي واضح جدا الإرهاق على ميسي على الثلث الهجومي ميسي وفلاسيوس وأغويرو. إذن الفريق اللي أمامنا الفريق الأزرق اللي ساكن معنا في نفس الفندق اللي ما رقد البارح عدل المنتخب الأرجنتيني بدأ يعني بلياقة بدنية جيدة وربما عوضوا النوم في صباح هذا اليوم لأن الحقيقة الألعاب النارية كانت مزعجة للجميع لكل سكان الفندق بما فيهم طبعا المنتخب الأرجنتيني. استقبال السليم وبعد ذلك الكرة تنحط في الزاوية وهذا هو الفرق ما بين بالاسيو وما بين ماريو غوتسه وبالتالي غوتسه يزور مرمى المنتخب الأرجنتيني في الرقابة. إن لم تكن هناك في تركيز وفي تنظيم دفاعي عمل رائع ما قبل الهدف يعني ليس فقط الاستقبال والتنفيذ في المرمى هو بحد ذاته مهارة عالية وتكنيك عالي من غوتسه لكن العمل اللي قبل الهدف فهو اعتقد انه عمل كبير وعمل متكرر ولكن لم يوفق فيه المنتخب الالماني. كل هذا يعني هذا رأي سليم وشاهدنا وكل المشاهدين تابع اللقطة على براعة ماري غوتسه في اللقطة السابقة ولكن غياب المدافعين الغريب في الموضوع ما لدي دينيكلس لاجاي وزيل هناك شفينشتايجر في المقابل فريق المنتخب الأرجنتيني قد تكون العناصر موجودة قليلة جدا لما نتكلم عن أغويرو فهو ليس بأغويرو دي ماريا غايب أعتقد أنه يعني من الصعب جدا أن لاعب مثل ميسي بهذا المستوى بالتحضيرات التي كانت مع برشلونة أن يقود المنتخب إلى 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 كأس العالم وأنا في قناعتي الشخصية أن أصبح اللاعب الأوحد بالنسبة لي قد يكون متواجد في العالم الرياضي الحديث الآن في عالم كرة القدم. إذن أمامك المشهد الآن في اللحظات الصعبة اللحظات الحرجة جدا ماريو غوتسه الألماني يظهر ويتقدم لألمانيا ونشاهد معا الآن ردة الفعل الأرجنتينية الرأسية الحاضرة ولكنها بمتابعة حارس المرمى نوير لو سجل المنتخب الألماني أو المنتخب الأرجنتيني احنا الآن في حالة المنتخب الألماني ماريو غوتسه سجل الهدف الأول لو جاء هذا الهدف بدري كان ممكن أن نهائي المونديال يكون أحلى أجمل مثل جمال هذا الهدف اللي أحرزه ماريو غوتسه الاستلام وترويض الكرة ووضع الكرة في زاوية وبالتالي يتقدم المنتخب الألماني بهدف واحد مقابل لا شيء. غوتسه ماريو غوتسه لاعب خط الوسط وبايرن ميونخ قد يبكي الأرجنتينيين والأرجنتينيات في أمريكا الجنوبية الدموع 4-4 عندما تخسر البرازيل البكاء يأتي عندما كولومبيا تشيلي العاطفة غالبة على 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 الجماهير هنا لذلك اليوم إذا ما خسرت الأرجنتين وهي خاسرة لغاية الآن بهدف واحد مقابل لا شيء فأن البكاء الأرجنتيني سوف يكون في ريو دي جانيرو في ماراكانا الشهير في عام 1950 البرازيليين بكوا على في هذه المنطقة في هذا الملعب اللي تم تقليل عدد المتفرجين بنفس المسمى ولكن الآن قد تبكي الأرجنتين وإن كان بكاء الأرجنتين بدرجة أقل لأن الخسارة سوف تكون من ألمانيا وليست من البرازيل على وجه التحديد. تعثر راميرو في اللقطة السابقة وكأس العالم يقترب من الوصول إلى العاصمة الألمانية برلين والمدن الألمانية المختلفة
ممكن يعبر المحيط، يبي له دقائق على اساس يعبر المحيط ويغادر. الالمانيا ما سجلوا الجول الاول، لا تفكر انهم بيدافعون على الاطلاق. شوف الالماني تقدم الماني والبحث ان تشيل الهدف الثاني، والكره اللي تمر ما في دفاع، لاحظ اربعه يهاجم فيهم المنتخب الالماني، وبالتالي العقليه الالمانيه الحاضره دائما وابدا. الفوز بالثلاثه بالاربعه، تفضل دكتور. طبعا يعني نلاحظ ثقافه المنتخب الالماني، مسعود اوزيل ودخول مرتساكر العطاء، وبالتالي يعني قدوم مدافع ومغادره لاعب خط الوسط في الدقائق الاخيره المتبقيه. المانيا، هل تفعلها المانيا؟ الفرق الاوروبيه التي اتت الى امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه لم تتمكن من الحصول على اللقب. يتمكن المنتخب الألماني من الحصول على هذا اللقب الأول في قارة أمريكا الجنوبية وحتى في قارة أمريكا الشمالية. فرحة عارمة للألمان، وخسارة الأرجنتين للمباراة لغاية الآن، وخسارة ميسي مهما يكن من أرض، فأن ميسي أعتقد يعني هو تألق في الأدوار الأولى وسجل الأهداف الأربعة، تراجع مستواه بالذات في الشوط الثاني والوقت الإضافي الأول والوقت الإضافي الثاني. ألمانيا تقترب أكثر وأكثر من الحصول على اللقب الأوروبي الأول في قارة أمريكا الجنوبية، وبالتالي القارة الأوروبية تتفوق على القارة الأمريكية الجنوبية ب 11 لقب. نعم، اللقب بات قريبا من الألمان، واللقب بات قريبا من برلين، والبلد جارة البرازيل هنا الأرجنتين، أعتقد راح تقضي ليلة. كانت الأمل كبيرة جدا جدا على ميسي أن يظهر وأن يلمع أكثر وأن يتألق أكثر وأن يسجل في مباراة اليوم وأن يظهر، لأن أنت تحتاج إلى هؤلاء اللاعبين الأفلام في اليوم اللي العالم كله ينتظر تألق ميسي، إلا أن ميسي ما فعل شيء كبير من خلال هذه المباراة لغاية الآن. لكن ننتظر قادر أفضل لاعب في العالم على مدى يعني مرات عديدة، وتألق مع برشلونة أكثر، والطفل الأرجنتيني اللي بدأ يبكي الآن، والأرجنتين الملايين 40 مليون تقريبا أو أكثر من ذلك اللي بدأوا يتابعون أكثر الآن. الضربة الحرة المباشرة لعل وعسى ابنهم المحبوب معشوق الجماهير الأرجنتينية ميسي اللي يسجل من هذا المكان ومن أماكن أخرى ويتألق. هنا الغصة عند الأرجنتينيين الحقيقة عندما يشاهدون تألق ميسي برشلونة غير تألق ميسي المنتخب الأرجنتيني. لكن قد يعيد الأمل مثلا، لأنها أعتقد اللقطة الأخيرة، إذا ضاع اللقب، إذا ضاعت هذه المحاولة للأرجنتين الكاس عند الألمان، إذا ضيعها ميسي، إذا ضاعت يا ميسي اللقب راح يكون عند الألمان. الضربة الحرة المباشرة، أمل الأرجنتينيين الأخير، يظهر ميسي وتراجع كل الألمان، ولعل وعسى يبقي أمال الأرجنتين، لأن أعتقد الصافرة قادمة. ما يسويها ميسي، غريبة صراحة، يعني أتوقعنا على الأقل تكون يعني على الاقل تكون في الخشبات تحت داخل المرمى، يعني للاعب تركيز اتجاه المرمى، تركيز غير موجود بالنسبه للاعبين، اغلب اللاعبين ضغط كبير 120 دقيقه. المباراه اعتقد في الطريق الى النهايه. المانيا اذا تقترب اكثر واكثر من اللقب، واوروبا والعالم كله ينتظر صافره النهايه. قبل قليل اضاع ميسي، والان نوير يرسل الكره الى الامام. الثواني القليله تفصل الالمان عن اللقب الرابع، وصلت الان لمصلحه المنتخب الارجنتيني، والكره تحول الى الامام ولكنها ايضا مقطوعه في صافره، وبالتالي الى ضربه حره مباشره تريح الالمان اكثر وتجعل الالمان بالمستشاره الحاضره والصافره الحاضره واخير اللوب، وبعد انتظار سنوات وسنوات للوصول الى اللقب
يصل الآن إلى مبتغاه ويصل المنتخب الألماني إلى التتويج باللقب العالمي بالحضور الرسمي أمامك سيدة أنجلا ميركل المستشارة الألمانية والرئيس الألماني. وبالتالي التسديدة الأخيرة ربما عبرت عن أداء ميسي في الوقتين الإضافي الأول والوقت الإضافي الثاني. المشهد أمامك الآن بكاء في الأرجنتين ألمانية كبيرة في المانيا استحقت اللقب ولا ألف مبروك لمنتخب ألمانيا، ألف مبروك لهذا الجيل، ألف مبروك ويستحق اللقب وبجدارة حقيقة. يعني قدم مستويات رائعة، قدم منتخب رائع، ثقافة واضحة بالنسبة للمنتخب، أداء كان تدريجي متصاعد، وأعتقد أنه قدم مباريات كبيرة في كأس العالم ويستحق أن يكون بطل كأس العالم. منتخب محترم جدا حقيقة بإمكانياته بعقلية مدربة. هارلك المنتخب الأرجنتين، أعتقد أن منتخب الأرجنتين فقط كانت تنقص بعض المتكلم عن خدمات اللاعبين اللي يعملون الفارق في عملية الضغط أكبر على ميسي في عملية إنهاء الهجمة، في عملية قيادة المنتخب ضغوطات كبيرة جدا، ولكن على المنتخب الألماني عمل جماعي مفاتيح كبيرة جدا. أعتقد أنه هو الأفضل في هذه البطولة واستحق الكأس العالم عن جدارة. وبالمقابل الفرص التي أتيحت للمنتخب الأرجنتيني ما على الأطراف، إذن أعتقد أن مثل ما يقول الدكتور التتويج مستحق للألمان في مركز. بوجهة نظري أنا أشوف أن المنتخب الألماني